أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، في الأمل تستمر الحياة. بقوة الإرادة تقدر تتخطى كل صعب وتتجاوز كل العقبات. صديقتنا الجميلة رغم إصابتها بشلل الأطفال في أحد السوقين تخرج للحياة بإرادة قوية، تعلن رفضها للإعاقة، تعلن رفضها لكل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، تخرج للحياة بإصرار وعزيمة على تخطي كل إعاقة. على عكازات من المعدن بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها، قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل كل متحدى.